كريم يا برق انسرى يا احمد. هلا مرحبا الشيخ. هلا شيل الفرش وزبط امورك، ترى المطر عانه قام يصب علينا. ابشر دعواتك يا ابو خطيب رجال صالح فالح. الله يجعلنا من الصالحين. قول امين يا بربي. امين. اسال الله تبارك وتعالى ان ييسر على المسلمين كل عسير. امين. يفرج همومهم، ينفس كرباتهم، يقيل عثراتهم، يرحم ضعفهم. امين. يجبر كسر قلوبهم يا رب. اقض الدين عن المديونين. امين. اللهم فرج الهموم ونفس الكروبات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشفي مرضى السرطان. اللهم فك السحر عن المسحورين وابعد العين عن المعيونين. اللهم من كان من والدينا فقيرا فاغني. من كان منهم محتاجا فاعن. من كان منهم مريضا فشافه وعافه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه. ابو حشر، هلا. المطر ذا وين رايح؟ المطر هذا عونه كله يحول شمال. حد ديار مطر انا طالع عمرك على على شمال شعر انا يا برق. اي انا تشوف ارتكاز ما شاء الله تبارك الرحمن وسحابته طيبه. كيف يعرف ما شاء الله الطرق على ام الغيان على العربان تمشي ويا مقدومه اصلا قدام جايها مطر اليوم قاطعين ثلاثه ديدان رايحتين يم ام الغيران ويم التراب هذا. ما شاء الله يرزقنا ويرزقهم ان شاء الله لا يخيبهم. قول امين. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. امسينا وامس الملك لله عز وجل وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. يا زي الريح ترى بعد المطر. اي والله يا اهلا يا اخي. بعض الناس حبوب هين لين سهل سهل تتعامل معه، سهل تتناقش معه، سهل تطلب منه شيء، سهل ترضيه، سهل تعتذر منه عما بدر منك، سهل 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 الى ما لا نهايه. من كان يحمل مثل هالصفات سهل طريقه إلى الجنة وحرمت عليه النار إيمانا بحديث المصطفى اللي ما ينطق عن الهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. اللهم اجعلني أنا وخواتي وإخواني الغالين حبوبين طيبين لينين سهلين. شكرا. 3-2-1 أكشن. عسى الرائحة الشرقية بالعافيه ان شاء الله. هذا حليب لولي والله. هذا سكر ترى بالهيل وابشر بالنكهات الزينه بس حبه حبه. الهيل ما حد ينتبه له. تعال 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 يا المطير. الله 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 الله. هات اشرب من حليب لولي. وطي القطه قال حليب لولي. عيب تبيع الحليب يا ابو خطيب. يا ابو ربيع اقول لك روح بن ضمنا وعيال قعيد اشرب حمر النواظر فرش الخيام هناك اروح اشرب هناك لين تنبسط. حلالي بفلوس. شو تقول انت؟ اشرب عند بن ضمنا وقعيد. حلالنا ما هو للحلب هذا اول شيء. احنا حلالنا للمزاين وللمركز الاول. تسلم. ويوم تدور عندي حليب ليه؟ يوم حلالك مو للحلب روح روح هنا توطي. يلا خلي المراكز الاولى تنفعك هناك. ولد لا تبيع الحليب في حلال عتابه. عطى مطير انا شريك او هذا نص لي ونص العتابه. هات بس اشرب من نص حق ابو عشر. النص حق ابو عشر هناك هذا النص حقي. هذا حليب لولي. حليب لولي تعبان عليه انا. فجر راسي. انت بتجيب العيد فيني باي طريقه؟ الله يربيع والله انا صدق. كيف اقول لك اسحب من الهاشتاج وتروح تسحب من التغريدات من 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 الردود على التغريده؟ على تغريدتي انا اول مره على تغريدتك بعد. انا اول مره اشوف 7000 تغريده في تويتر في حسابي. انا صدمت انا خفت اصلا يوم اشوف 7000 القام بو بو بو. انت تقول لي اسحب انا افتح ما يقص راسي الزفين اخش على التعليقات. كم سحبت على التعليقات؟ والله ألف ألف ألف. المهم 3000. إيه المهم مو هنا. جتني رسائل كيف تقول وسحيت أقول لك وما فيني حل أعوض يا غالي. 3000 كثيرة. اسمع يا عيوني اسمع. هالحين تدخل هاشتاج تسحب منه بعد 3 أشخاص كل شخص 1000 ريال. مو 3 4 غير اللي تعليقاتي غير اللي راح. الله يرزقهم هذا النصيب.
الآن يا أبو عمر. أبشر بربيع. شكرا يا قلبي. صاحب الحساب الطيب.